يا عيوني نوحو حتى تسيخ الهداب بدلو منامي بالسهرات والكذاب. الرسول يجيني من عندهم بجواب كل ما نتمنى ناتيه في البشار. دق يا قلبي وعمر من فراق الحباب دوب الرحلة وانقطعت الزيار. دق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة. وحشوم هزم كواني بجند غارة بجند غارة. قلبي ملكو الهوى وعقلي صار شتات. قلبي ملكو الهوى وعقلي صار شتات وغصاني من الفراق الحباب دبال ودبال. قلبي ملكو الهوى وعقلي صار شتات وخصاني من الفراق حباب دبالو. غابوا عني ولا خبر عنهم يتبات. غابوا عنهم يتبات. يا من درا كيف نسال راهم يسالوا يسال. نساو خير وجيد وهيات. واستكفاو بحب غيري وما قالوا. وإلا على العهد وإلا على العهد والمحبة ما زال وما زال. ركبت بحر هواهم برياح مستقيمة لم بلغت البر المقصود بالسلام. جل رداهم ورجعت في الغنيمة لمواصف عصفة الرياح بالسجان. هاجت الفراتن برياحها العقيمة معلج الموجات وقامت القيامة. حنجار البحر وجاني بريح وصحاب. مع سواعق للماد تفتت الحجار البرق يشيل ويهطل بماه صباب. دقت الدنيا بيا دوقت المرار. دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة انقطعت الزيار. دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت.
بحر البحر الغميق غطاني بمواج وزلغ بيا الفراق زلغ بيا الفراق وتغى وتغى برياحو مرسيت بسماوي ولا بالجلات مرسيت بسماوي ولا بالجلات عياهم قد في من مواج وطاحوا خيط القرن منفع والحكم عواج والحكم عواج الصاري والقلوع في وهم جامحوا وغرق جفني وصار اشتهت الواج مع دمهولي يومن غرقت السفينة صار تقلل لجات الواحها شضايا ركبت من لوح المورال ولوح تمكينة لبحر فراشي ومطر السماء غطان جمامي والرياح من ورايا والوهام تجيني من كل جهة طلاب يكلوني من نعت الخبت والحوار رواني واعتقني منهم رب الرباب من فضاي القاها وتبارك المنار لقيا قلبي وعمر من فراق الأحباب بالرحلة وانقطعت الزين دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب دوب الرحلة وانقطعت الزيارة ببركة طه مع تبارك والإخلاص والمعودتين وسبع المتاني وحزب الشدولي ودعوة الإخواص تحفظني من هول البحر الثاني كيف الوهام تكوني يا ربي وخلاص وانا وحدي غريب لمن يرعاني زلغ بيا الفراق زلغ بيا الفراق هيش طوفاني بقيت هايم مدالة برلس فاين غير لج الموجات مع سماعنا
بقيت هايم وحدي مدة كان عاين شت جيرة يظهر لي جوفها علامة سعدتني الرياح اللي عندها معايا زعجت اللوحة فوق الماء مع سلامة للجزيرة جيت مغاشي هميم مصاب الظما والجوع على مجدي مرارة لقيتها كارود الجنة رخات الطناب بالتمار وماها يجري على اختيارة دق يا قلبي وعمر دوب الرحلة وانقطعت الزيارة دق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب دوب الرحلة وانقطعت الزيارة لله الحمد خالق الجنة والنار إي لله الحمد خالق الجنة والنار بعد الشدة بالعفو حل عقالي اتفاجأ كربي من بحر الزخار اعتقني من غريق الطوفان هوالي بالواجب نحمد مولانا الواجب نحمد مولانا الستار بعد ياسي من الحياة جبر حالي اعتقني من سفينة الهول بحالي من كمال حسان والطايف الغزيرة الكريم الشامخ ذو العز والجلال برحمته ونسني في وسط ذي الجزيرة جابلي بعد الغرق حوايجي ومالي كاملي كنو كيس وكيس في جبيرة والجبيرة بيجولق من دياب ببالي في خشاه مشمع محفوظ تقنب صواب من شغل عجاميش الطارف النجارة جابها ريح الصاعد عالجت سحاب للجزيرة المذكورة أول العبارة يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة
صرت بمالي والعمار من بعد الدهشة. من بعد ما كان عقلي متغاشي فرحت وصرت في الجزيرة نتمشى فرحت وصرت في الجزيرة نتمشى نوجدها خالية ما فيها ماشي غير لطيارتهم زادتني دهشة أما قصيت في بحور وغواشي من ديق العشية من ديق العشية لصبح الفاشي نبات طول الليل موحش لموانس غير رحمة الله مع تقوى تدعاوي ترى نكون هاني ترى بدعا مرس ترى نمدحها نعملها شميت نعزم فجر الصبح بعصاكر ومدح ماس بن حني ممحون في وسط بحر ضامي خن بيا بحري بمواج وريح غصاب خلفي وامامي يمني ولي صار حالتي حالة من غابو عليه الحباب يضل هايم يبات نواجل وسهر يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وقطعت زيارة لوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وقطعت الزيارة لما بين الصبح بعد ظلام الليل لما بين الصبح بعد ظلام الليل تقوى بالنكد ضري وهوى هوالي لما بين الصبح بعد ظلام الليل تقوى بانك تدري ووالي دعيت الكريم ولنا الجليل دعيت الكريم ولنا الجليل ينظر من حالي ويشفق من حالتي
أتاني خلقي بداك التوسية حتى ننظر شمس دوالي أسفينا بألام أسفينا بألام مقربة مقربة الحوال قلت يا ربي داق الأمر كيف نعمل يا سميع عجل بقلك يا المعبود كانهم من صار يديوني محمل نموت وحدي وحيش غريب مفقود كانهم مسلمين آتاو فرح يكمل يحملوني لهلي نبلغ كل مقصود شريت لهم وجوني بالقلوع زرا للجزيرة تظهر كسقالة الحجار خاطبوني بكلام خلف جنس العرب في جوابي رديت لهم بالإشارة دق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدوا بالرحلة قطعت زيارة دق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب بعدوا بالرحلة وانقطعت الزيارة وحشوم هزم وكواني في ساعة بسلاحهم داروا بيا نوجدهم كفار خايبين عجامة حملوني كيف راد مولاي عليا سيدين على الخد سجامة بقلعوا مقدم في الجزيرة المسمية كأنها حدا يمزن جامة ولا نجمة من نجوم رجامة نقدفوا ونضلوا بسطعنا لليب بالقلع فيه وهم صاروا على سواخا ما مشينا ساعة وانا كنخمم لن راغي اللوطة بزغد من المواصل واحد منهم بشطرته من نجم في دماله تحرك الدف وشرايط من فضل المولى الكريم رب الارباب غاتني بالاسلام وجاوب الطياره اتوا زين مزون صباب والمدافع تهدم وتلوح في البشاره دوق يا قلبي
عدو بالرحلة انقطعت الزيارة بقي يا قلبي وعمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة في ساعة دهش الوشاق عد بدين الصلبان في ساعة دهش الوشاق عد بدين الصلبان ينده بالمسيح عيسى ورواجه ورواجه في ساعة دهش الوشاق عد بدين الصلبان ينده بالمسيح عيسى ورواجه بشقفهم عطا وسلام الدخان بشقفهم عطا وسلام الدخان وتعلاو على قلعهم وهاجوا ناديت انا يسير يا الديوان ناديت انا يسير يا الديوان عقلي وجوارحي بلقاكم رجول خوكم ومن غريب خوكم ومن غريب وكتم تحواجو جاهدوا لا تخافوا نطرد ملزوم تهاون نكسروا الكفار بسوار من تكون قالوا لي وين انت معلوم قسمتك تديها معانا شرط لازم قلت ليهم انا مدح سيد القوم في النسبة مغراوي والله راه عالم مجرالي في يد الغربة ضحيت منها من عذاب الغرقة ومحاين النصارى حالتي حالة من غابوا عليه الحباب يضل هايم وتبات واجلو سهرة دوك يا قلبي فاق الحباب وانقطعت الزيارة دوك يا قلبي وعمر هادو بالرحلة وانقطعت الزيارة وحشو مهزم كواني بجند غارة بجند غارة Thank you.
قالوا لي هات مالك من فرقة وما قصيت من هموم مع الكفار عدت ليهم على ما جرى لي في الغرقة عدت عليهم ما جرى لي في الغرقة وما شهت من وحوش في البحار في البحار حتى نوحوا على نوحي بالحرقة وقالوا يا غريب ما كيفك صبار بوفارس عزنا بوفارس عزنا مش ممدار اهتنا قلبي من هم الفراق والتاح بعد هولي البحرين والمصايب بصريف البرين كير بجبل قطاح والبسات لقحت بالزهر والمدار بلاح شاع خبري في القطار والمدون بالراح صرت نحكي مارات العين من غرايب حافل الحباب هلمدون ننجاب دي لقحت من مهام القفار كل من سمعتنا وقال في خطاب يبدي عن نظم اللي موجود في عبارة هكذا قدر مولايا عليا وكتاب وسلام الهيب وللفهم اللي شارى دوق يا قلبي وعمر من فراق الحباب دوب الرحلة وانقطعت الزيارة دوق يا قلبي وعمر دوب الرحلة وانقطعت الزيارة